يعني مش بس احنا البشر من يشعر بالحرارة ويتضرر من ارتفاع درجاتها، الأجهزة أيضا تشتكي وتعاني من درجات الحرارة، خصوصا إذا كانت معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. إيش اللي ممكن يحصل للجهاز إذا تركناه مثلا في مكان مفتوح أو تحت أشعة الشمس أو في مكان حار؟ صباح الخير. بالأردن بنقول الدفع عفا، بس هذا الحكي لا ينطبق على التكنولوجيا أبدا. الدفع مش إشي منيح غالبا. لا، والدفع يا محمد، الدفع مش الحر، مش الشوب في فالأجهزة الإلكترونية بشكل عام كلها عندها كولينج سيستمز، والهدف وما فيش تقريبا أي جهاز إلكتروني ما عندوش طريقة معينة للتبريد. فبشكل عام زي ما انت حكيتي، التليفون لما نكون عم نستخدمه في تحت أشعة الشمس بيعمل مجموعة من الأشياء كلها هترفع درجة حرارته جدا. بس خلينا نبلش بممارسات قد تبدو بسيطة بس هي خاطئة جدا لما نكون نستعمل تليفون في درجة حرارة عالية. أول إشي وجود هاي الطبقة الواقية على الشاشة، ووجود هذا الكفر تبع الحماية اللي بنحطهم على التليفون، شيء سيء جدا جدا إذا أنت مضطر تستعمل تليفونك تحت الشمس. القاعدة الأساسية أنك ما تستعملش تليفونك تحت الشمس، خصوصا الكاميرا، إنه الكاميرا هتدفع المعالج يعني لأقصى درجة، والشاشة هترفع خلينا نقول درجة السطوع للدرجة القصوى، فكمان هتضغط على المعالج، وبعدين كلاهما مع درجة حرارة مرتفعة هيضغطوا جدا على البطارية. هدول كلهم مع بعض في نفس الوقت ليسوا وضع صحي على الإطلاق. لا، لحظة يا محمد. في الصيف بنروح على البحر. خلينا نوقف عند واحد. لحظة. يعني عشان إحنا البنات لما نسمع لا تستخدموا كاميرا تحت أشعة الشمس، النهار أفضل وقت للتصوير عند البنات، يعني بالذات إذا كانت أشعة الشمس حلوة أو المكان مثلا مضاء بشكل جيد. بس خليني أعرف، ذكرت قبل قليل إنه بتضغط على المعالج. طيب لما تضغط على المعالج، إذا إحنا والله واقفين مثلا نصور مناظر معينة تحت أشعة الشمس، ضغطنا على المعالج شوية، إيش بيصير في المعالج؟ ممكن يخرب الجهاز؟ يعني ممكن أنه في احتمال أنه ما عاد يشتغل؟ هذه نقطة مهمة. إلا الجهاز. شوفي، أغلب الوقت حاليا خصوصا آيفون، إذا الجهاز وصل عند درجة حرارة معينة هو هيمنعك من استخدامه، هيطلع لك إشي على الشاشة ويقول لك إنه الجهاز لا يمكن استخدامه، وإنه لازم تحطيه في مكان عشان خلينا نقول بشكل واضح يبرد. أيوة. بس خلينا نقول إذا تليفون في جيبك أو في شنتتك وبعدين طلعتيه عشان تصوري 15 صور، مش هتكون مشكلة أبدا. المشكلة إنه هذا الإشي يصير بشكل مستمر ومتواصل. أيوة. يعني نروح مثلا على البحر ونقعد طول اليوم نصور، وهيك التليفون في هذا الوضع مش هيتحمل أكثر من في أقصى تقدير ساعتين قبل ما بطاريته تفضى، لأنه ما هيقدر يتحمل، وفي الأغلب لدرجة حرارة جدا عالية التليفون هيقول لك إنه أنا مش قادر أشتغل. أيه. عشان هيك بقول إذا مثلا رحنا على البحر فينا نحط التليفون في الظل أو تحت إشي وظل مخبى، عشان وقت ما نكون محتاجينه نستعمله يكون درجة حرارته منخفضة. فعبين ما نخلص استخدامه درجة حرارته ترجع تعلى، فبعدين نرجع نحطه في الظل فدرجة حرارته ترجع تطلع. أيوة. هلا بشكل عام التليفونات اللي خلينا نقول في شرائح مرتفعة السعر عندها كولينج سيستمز كتير منيحة. التليفونات اللي بأسعار منخفضة عندها برضو كولينج سيستم، بس ممكن تكون مش بنفس الفعالية. فكل المطلوب منك خصوصا إذا أنت هتقضي كل اليوم برا، أول إشي بدك باور بانك، لأنه كل ما درجة حرارة عالية تكون ما بطاريتك هتفضى أكتر حتى لو ما استعملتش التليفون. لأنه درجة حرارة عالية بتأثر جدا على 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 عمر البطارية، ومش بس تأثر على عمر البطارية اليوم كاستهلاك، تأثر على عمر البطارية الافتراضي. شيء مهم جدا ممكن نعمله هو إنه إحنا في التليفونات اللي فيها وضع الطاقة المنخفض أو طاقة المعالج المنخفضة زي اللو باور مود في الآيفون، فيك تحط التليفون على هذا الإشي، لأنه هذا الإشي مباشرة بيمنع التليفون من استخدام الطاقة القصوى للمعالج. فمن المفروض أنه يبطئ عملية أنه التليفون يشعر خلينا نقول بدرجة حرارة عالية. بس إذا حطيت التليفون على هذا الوضع ما تروحش تلعب مثلا، لأنه لو روحت تلعب
كان انت نوعا ما بتحط الجهاز في وضع هيك محرج، بتقول له لو سمحت تستخدمش المعالج، بس لو سمحت انا بدي شيء بده الطاقه القصوى للمعالج. من الاشياء كمان اللي 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 نحافظ عليها انه احنا دائما نشتري انواع كفرات جيده وما تكونش بتحبس الحراره، ولما نكون مضطرين نستعمل التليفون في الحراره نشيلها. لانه هاي احد العوامل الرئيسيه انه التليفون درجه حرارته ترتفع. عشان الكفر بيكون مصنوع من البلاستيك، وغالبا التليفون نفسه مصنوع من الأزاز، والأزاز المفروض بيتحمل حرارة أكثر بكثير من البلاستيك، والبلاستيك فوق بلاستيك في حالة التليفونات المنخفضة السعر درجة حرارة جدا جدا هتكون عالية. وجود التليفون على البحر مثلا في مباشرة متعرض مباشرة للشمس لساعات، حتى لو لا يستخدم ممكن يعرض قطع كثيرة من التليفون للذوبان، لأنه في الآخر التليفون جواته قطع بلاستيكية وجواته قطع مستخدم مواد للحام. يعني هاي المواد عند درجة حرارة معينة هتبلش تسيح. أيوة، إحنا سمعنا، يعني كنا نسمع مثلا أول أنه والله أحد تارك تليفونه في السيارة درجة حرارة عالية تليفون انفجر مثلا، هل ممكن تحصل أشياء زي كذا للتليفون؟ أو يعني فيها شوية مبالغة، أكثر شيء ممكن إنه الجوال ما يشتغل شوي ويرجع يشتغل بعدين، ممكن يخرب تماما. سؤالي هو كمان أيضا، شوفي ينفجر شوي صعب. أيوة. خصوصا في السنوات الأخيرة، يمكن في قبل 5-6 سنين كان ممكن، بس اليوم شوي صعب ينفجر. أيوة. خصوصا وأنه أغلب التليفونات عندها إطارات من معادن جدا صلبة، هذا واحد. يخرب تماما، يخرب تماما ومكوناته تخرب، يس. هاي شيء. أيوة. هاي شيء كثير ممكن يصير. وعشان هيك ما تتركش تليفون على تابلو السيارة. أيوة. ما تتركش تليفون على البحر. طيب. على الكرسي تاعك على البحر. هذه معلومة مرة الشمس المباشرة. هذه معلومة مرة مهمة يا محمد، لأنه أظن يعني تهم أي شخص إنه ممكن يسخن الموبايل شوي يرجع يبرده، ممكن يغلق شوي تنتهي البطارية يرجع يشحنه، لكن يخرب تماما هذه مشكلة ثانية. فهذه واحدة من أهم النقاط اللي لازم ننتبه لها. إحنا شاكرين لك جزيل الشكر يا محمد على كل هذه النصائح اللي أعطيتنا هي اليوم، وكل واحد ينتبه لموبايله يحتفظ فيه بارد، يعني كذا يطمن عليه بدرجة حرارة معتدلة زينا زيهم، وما فيش حد أحسن من حد. شكرا جزيلا من عمان المدون التقني محمد صلاح، يعطيك ألف عافية.